محو الأمية في هذا اليوم العالمي هذا هو قصة الحدث. يونسكو تقول تقام الاحتفالات السنوية باليوم الدولي لمحو الأمية بتاريخ 8 أيلول سبتمبر في جميع أنحاء العالم منذ عام 1967، ويكمن الهدف من هذا اليوم في تذكير واضعي السياسات والأخصائيين وعموم الجمهور بأهمية محو الأمية الحاسمة لإنشاء مجتمعات أكثر استدامة وعدلا وسلامة وإلماما بمهارات القراءة والكتابة. هذا هو اليونسكو. أما وزارة التربية العراقية تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية معلنة قرب انطلاق الدفعة 13 للدارسين. تضمن الحفل الإعلان عن قرب انطلاق الدفعة 13 للدارسين في مركز محو الأمية بعد نجاح الوزارة بضم أكثر من 2 مليون دارس ودارسة إلى مقاعد الدراسة ضمن المشروع الوطني لتعليم الكبار وفتح الأفق أمامهم لتعلم القراءة والكتابة بعد أن أخذتهم ظروف الحياة بعيداً عن التعليم. بالفعل أكو ناس ما قدروا يتعلمون، ناس بقرى وأرياف، ناس بالمركز في مركز المدينة ما قدروا أن يتعلمون لأسباب كثيرة، اللي كان يعمل واللي كان بحرب واللي تسببت له ظروف معينة، ولكن الآن هو يقدر يقرأ ويكتب لأنه المراكز كثيرة، أكثر من 2 مليون طالب وطالبة في محو الأمية